على الحياة فام. العاشرة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. صدور قرار احتساب النتائج والإعلان عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توضحها. من نوب الحكم بالسجن مدى الحياة لمغتصب الفتاة القاصرة. وزير الصحة يطلع على الاستعدادات الفريق الصحي المشرف على مراقبة الإجراءات الصحية خلال فعاليات القمة الفرنكوفونية. تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي إلى يوم الغد. وزيرة المالية تؤكد أنهم حريصون على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظمات الوطنية قصد إبداء ملاحظاتهم حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000. قيس سعيد يدعو إلى احترام تشريع البلاد وعدم التطاول على مؤسساتها. وخلال لقائه بنجلة بودن رمضان، رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة توفير السلع في الأسواق لتجنب غياب بعضها وارتفاع أسعار البعض الآخر. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الصحي، حيث أفادت وزارة الصحة أنه في إطار مشاركتها في القمة 18 الفرنكوفونية، أدى وزير الصحة الأستاذ علي مرابط بحضور وزير الشؤون الثقافية حياة كتات القرمازي ووالي مدنين سعيد بن زايد وثلة من إطارات الوزارة الجهوية وزيارة إلى مختلف فضائيات القرية الفرنكوفونية بجربة. وقد استهل وزير الصحة زيارته بالاطلاع على استعدادات الفريق الصحي المشرف على مراقبة الإجراءات الصحية خلال فعاليات هذه التظاهرة، وأشاد بالمناسبة بحسن تنظيم القرية الفرنكوفونية وتنوع أجنحتها. وفي ذات السياق، اطلع الأستاذ علي مرابط خلال هذه الزيارة على مختلف الفضاءات التي تضمنت معارض ثقافية وتاريخية وورشات حرفية للتعريف بعراقة الموروث الثقافي لبلادنا، وهو ما يعكس من تلاقح لمختلف الحضارات التي مرت بها وفق تعبيرها. وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ توضيحي لها مساء اليوم أن قرار الهيئة عدد 21 لسنة 22 و2000 والمؤرخ في 24 من جويلية من السنة الحالية والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والأعلان عنها المنشور اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 14 من نوفمبر لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر القادم، بل صدر في إطار تنظيم استفتاء 25 من جويلية 22 و2000 وفي ظل قانون الانتخابي قبل تنقيحه مؤخرا، وأن القرار الترتيبي المتعلق باحتساب النتائج والأعلان عنها بالنسبة للانتخابات التشريعية المزمعية تنظيمها في 17 من ديسمبر القادم سيصدر عن مجلس الهيئة لاحقا. حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن بقية العمر في حق الشاب المتهم باغتصاب فتاة قاصر سنها دون 15 سنة بعد تحويل وجهتها باستعمال العنف إلى بناية مهجورة بمنطقة صنهاجة التابعة لولاية منوبة. أفادت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة مساء اليوم الاثنين بالحمامات أنها قررت تأجيل اجتماعها إلى يوم الغد الثلاثاء 15 من نوفمبر الجاري على الساعة 9 صباحا، وذلك للنظر في المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية لحل أزمة المعلمين النواب والمتعاقدين الذين يقاطعون التدريس منذ بداية السنة الدراسية. ويتمثل أن مقترح الوزارة تمثل في ترسيم الأعوان الوقتيين دفعات من بين 18 و2000 إلى 21. التقت سهام البغدير نمصية وزيرة المالية صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، يتقدمهم الأستاذ حاتم المزي وعميد المحامين وبحضور ثلة من إطارات الوزارة. وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة على أن الوزارة المالية حريصة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظمات الوطنية، وذلك قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000.
كما تطرقت الوزيرة إلى الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات التي تعرفها الدولة التونسية على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العمومية وما تحتم هذه المرحلة من تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون، حيث بينت الوزيرة في هذا السياق بأن الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الضريبة، مؤكدة أن مشروع القانون يتضمن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية. ووطنيا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم الاثنين 14 من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وتناول اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد التونسية وضرورة حفظه في إطار القانون وفق تعبيرها. ودعا سعيد الجميع إلى احترام تشريع البلاد وعدم التطاول على مؤسساتها، مؤكدا على أن تونس موحدة وستبقى كذلك بعيدا عن أضغاث أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات يتصرف فيها البعض خارج قوانين الدولة التونسية وفق تعبيرها. ومن جهة أخرى، استقبل سعيد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج نجلة بودر رمضان رئيسة الحكومة، وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع العام للبلاد التونسية وضرورة إيجاد حلول سريعة لها في إطار القانون. كما ركز رئيس الدولة على الجوانب الاجتماعية بوجه عام، مشددا على ضرورة توفير السلع في الأسواق لتجنب غياب بعضها وارتفاع أسعار البعض الآخر. استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال، وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها المجال القضائي. وعبرت وزيرة العدل على استعداد الوزارة لتدعيم الشراكة وبرامج تعاون في المجالين القانوني والقضائي بما يساهم في الارتقاء بمنظومة العدلية للبلدين. ومن جهته، عبر السفير الجزائري عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم القدرات والتكوين وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير الكفاءات القضائية بكل من تونس والجزائر. وفي إطار الإعداد الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 من ديسمبر القادم، افتتح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر جديدي وأعضاء مجلس الهيئة مهذا محمد تليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوف الفريخة أشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة على مدى يومين أيام 14 و 15 من نوفمبر الجاري، لفائدة عدد من إطارات الهيئة مركزيا جهويا حول قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية وتمويله ودعم قدراتها في مجال إدارة النظام المعلوماتي الخاص بالحملة الانتخابية وتنظيم محاكاة ودروس تطبيقية خاصة بالمخالفات وتحرير المحاضر. وفي ذات السياق، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذه المناسبة على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة انتخابية نزيهة ونظيفة وفق تعبيرها، وأكد حرصه أيضا على دعم قدرات أعوان الهيئة في مجال مراقبة الحملة الانتخابية ودعوتهم إلى ضرورة ضمان احترام مبدأ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وتطبيق القانون عليهم دون استثناء. وفي أخبار العالم، أشاد نواب أوروبيون بما قطعته قطر من إصلاحات في قوانين العمل لا سيما بعد إلغاء نظام الكفالة، وذلك خلال لقاء نظمته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ببروكسل مع وزير العمل القطري علي بن سميخ المري، فيما طالب نواب آخرون قطر بالاستمرار في الإصلاحات المرتبطة بقوانين العمل بعد انتهائها من تنظيم نهائيات كأس العالم 22 و2000. ومن جانبه، فند المري الادعاء التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بشأن مشروعات مونديال قطر 22 و2000 خلال الزيارة التي أجرها البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين 14 من نوفمبر الجاري. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بعد صدور قرار احتساب النتائج والإعلان عنها، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توضح
من نوب الحكم بالسجن مدى الحياة لمغتصب الفتاة القاصرة. وزير الصحة يطلع على استعدادات الفريق الصحي المشرف على مراقبة الإجراءات الصحية خلال فعاليات القمة الفرنكوفونية. تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي إلى يوم الغد الثلاثاء. وزيرة المالية تؤكد أنها حريصون على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظمات الوطنية قصد إبداء ملاحظاتهم حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000. وخلال لقائه بنجلة بودر رمضان، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة توفير السلع في الأسواق لتجنب غياب بعضها وارتفاع أسعار البعض الآخر. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله الحطاب في لايف سبورة.